ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البث المباشر وجديد حالة أمي فاطمة. أمي فاطمة لمن لا يعرف القصة، الناس اللي انضموا لنا جدد، فأمي فاطمة مسكينة هي امرأة من نواحي الأزيلة ما بين بني مدلل وأزيلة، وهي مرأة مسكينة ما حتى اللغة العربية ما كتعرفهاش. التواصل مع الناس كضطر أن الأبناء ديالها، خصوصا إذا تكلمنا على الإبن اللي حنا الآن عبد اللطيف، اللي هو اللي كيواكب الحالة ديالها، عندها مسكينة سرطان ديال الرحم، عافانا الله وإياكم، اضطرت أنها، هذه كنعاودوا تذكير الإخوان والأخوات مشاهدينا الكرام، لا داخل أرض الوطن لا خارج الوطن، اللي ما عارفينش القصة ديال أمي فاطمة. كيف ما قلنا، أمي فاطمة مسكينة عندها سرطان ديال الرحم، جات اضطرت هي والابن ديالها أنهم يجوا من بني ملال لمدينة الدار البيضاء، عاشوا ظروف صعيبة وصعيبة بزاف. الحمد لله داروا النداء عبر قناة مغارب نيوز، كان التفاعل ديالهم، كان التفاعل ديال المغاربة اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا. من بين التفاعل هو أنه الآن هذا هو الجديد اللي بغينا نعرفوا. الآن كاين شي ناس الحمد لله اللي فضلوا أن أمي فاطمة أنها تجي لهذا المكان اللي حنا فيه الآن، اللي كنتواجدوا فيه الآن، يعني هاد الناس هادو اللي غادي تسمعوا الجديد ديال القصة على لسان الإبن عبد اللطيف. سي عبد اللطيف السلام عليكم. السلام عليكم. كنتو تواصلتوا معنا ياك؟ تواصلتوا معنا الحمد لله النداء. المشاهدين بغا يعرفوا الجديد ديال أمي فاطمة، الحالة الصحية ديالها فين وصلات، عاد نتكلموا على التفاعل ديال المغاربة اللي تفاعلوا معاكم. بالنسبة للحالة الصحية ديالها بعدا الحمد لله ولات، بدات العلاج ديالها، بدات الحصص. المهم لاميكيل ديالها راه جاوبونا على بريزون شارج على النص، النص باقي ما جاوبوهمش، جاوبها على النص ديال العلاج، النص باقي. المهم تكلم معنا عطيف على الحاله الصحيه ديال أمي فاطمة دابا، حيت كلشي الان باغي يتبع الحاله الصحيه ديال أمي فاطمة. المهم كان ماشي بحال الاول، دابا على الاقل داك النزيف حبس، حبس النزيف، باقي غير شويه ديال الحريق وصافي. النزيف راه حبس والحمد لله راه باديه العلاج ديالها، حيت كتبان لنا مسكينه باقا كتحر مسكينه. المهم من واحد الناحيه لاباس، من ناحيه اخرى راه شويه وصافي. هذه القضيه ديال الحريق، والمهم باقا ما تتوقفش مزيان، ما كاين تحسن. كاين تحسن ماشي بحال الاول، على الاقل النزيف ما بقاش. كاين المواكبه الطبيه كاينه الحمد لله. الحمد لله. كتشدوا الحصص، كدير الحصص لهي ولا لا؟ تندير لهنا لمصحه الساحل. دير شي مصحه. تندير المصحه هنا، تبدا دير اشعه، وعندها الاشعه والشيمي. المهم تدير الحصه ديالها يوميا ديال الاشعه والشيمي من السيمانه للسيمانه. وكاين تحسن الحمد لله. كاين تحسن الحمد لله، ماشي بحال الاول. وبالنسبه للنداء ايه؟ وبالنسبه للبيت فين كنا، جات واحد السيده شافت، هذا هو اللي بغيت نسولك. شافت الفيديو اللي درناه في ذاك البيت، جات دخلت مسكينه الله يجازيها بخير، جات نكرت لينا الدار، قالت لي ما نبقاوش بعدا في ذاك البيت، على الاقل نمشيو للدار تيسا ترتاح الوالده تدوش. والحمد لله على كل حال، هي مسكينه اللي جابتنا لهذا الدار هذه وكرتها لينا. شحال تقريبا جيتو دابا، تحولتو دابا هنا؟ جينا دابا شي 6 ايام ولا شي 6 ايام دابا. 6 ايام نتوما هنا؟ 6 ايام ولا 5 ايام. دابا الحمد لله الظروف احسن من الحمد دولة. لله الظروف المهم بعدا احسن من الاول، احسن من الاول، ماشي بحال الاول. دابا أمي فاطمة مرتاحة؟ بعدا دابا مرتاحة الحمد لله. بعدا المهم قابلينها كدوش كلشي؟ تندوش ليها، تندير الحصص ديالها، يعني الحمد لله ماشي بحال الاول، واخا بقاو عندنا شوية في من الناحيه الماديه واحد شويه ديال الصعوبات، ولكن ماشي مشكل. عندي شي تحاليل تنديرهم كل سيمانه ديال الكلاو ديال فقر الدم. وشي دواء ديال حكي تطلب هذا الشيء مثلا؟ ما تيطلبش بزاف، تيطلب 500 درهم. فاش واش كل نهار ولا كل سيمانه؟ لا سيمانه، ماشي كل نهار، كل سيمانه. 500 درهم كل سيمانه. وبالنسبه للدواء ما بقاش تشرب بزاف، تشرب غير واحد ديال الصداع، المهم رخيص هو ماشي. لا واش الطبيب اللي حيد لي هذاك الدواء ولا ولا ما عندهاش؟ الطبيب اللي حيد لي هذاك الدواء قال لي صافي دابا بديتي الحصص ديالك. الدواء ما تشربيش غير ديال الصداع وصافي. وأمي فاطمة كيدايره مسكينه دابا؟ المهم شويه وصافي. واخا غير أمي فاطمة عطيها الميكرو.
بغيتها غير دوي مع المغاربه، فهمتي؟ تشكر المغاربه اللي تفاعلوا معها، عطيني ام فاطمه مسكينه. شكرا الله يرحم والدينا ويخليه ربي يستر. الله يرحم والدينا، الله يرحم والدينا، ماذا كان سيار الله يرحم والدينا. أبغي فون ربي يستر، أبغي فون ربي يستر. ولا مسكينه قول لك حيت حسي براسك، قول لك يسول عليك كي بقيتي. لا لا ما مشيتش دهيتي دغيا، دهيت شويه، دهيت الوريد، ما شامتي الوريد. وشويش انا ما يبقاهاش انا ما شامتي الوريد. ما شامتي الوريد. وشويش باكيها، يا ربي يستر الله يرحم والديك. اش قالت مسكينه؟ قالت لك الله يرحم والديكم، راه تشكر كاع الناس. قالت لك اللي دخل بشي حاجه اللي صيفطوا له غير اللي دعا بالشفاء الله يرحم والديكم. وقالت لك الحاله ديالي شويه بلا ماشي بحال قد حصلت شويه. قالت لك شويه ماشي بحال الاول. قول لها واش باقي عندك الحريق؟ قول لها فين باقي تحسي بالحريق؟ وعطيك قول لها فين باقي تحسي بالحريق؟ ما يمشيش الوسم. ما يمشيش الوسم. هذا يستنوا فهم مزيان. هذا يستنوا التداول. قالت لك بقى عندي غير شويه ديال الحريق في الكرش وفي الظهر. مسكينه. بقى كنحس بالحريق. ياه. قول لها ان شاء الله، شوفوا قول لها ان شاء الله خوتك المغاربه ان شاء الله يوقفوك تمشي من الدار بيضا تمشي بخير وعلى خير. ان شاء الله انام اهل المغاربه قد يدوم الدين، ما يتمنى المغاربه قد يدوم الدين. الله يرحم والدينا، بغي فون يا ربي يستر. انا نمشي ربي يستر من الوطن، بغي فون ربي غير فون. انا اللي قابل السياق، انا سي ربي يستر من الوطن. قالت لك تنشكركم كاملين وتنشكر كاع اللي صيفط شي حاجه زعما اللي تواصل معاها، اللي كاين اللي داوي معاها في الفيديو، كاين كاين اللي صيفط لها وحسات بان باقي بخير الحمد لله. راه هذا التفر ديال المغاربه كان الحمد لله. الحمد لله على كل حال. عبد الطيف بطبيعه الحال واش امي فاطمه مسكينه ما كتفهمش العربيه والو؟ لا ما عندهاش معنى والو مسكينه. والو ما كتفهمش العربيه مسكينه. لا الحس ديال العربيه والو. هذا الشيء علاش؟ حيت دابا حيت المشاهدين ديالنا الاوفياء ربما ملي كتبناها في العنوان ربما ما تيقوهاش باش يسمعوا من فمك بان امي فاطمه مسكينه والو عربيه. لا ما تتعرفش في العربيه بزاف والو. انتوما اللي كتواصلوا معاها؟ حنا اللي تنترجموا ليها صافي التواصل. الضيف بحكم انك انت قريب دابا لامي فاطمه وبهذه المناسبه غير باش ننبه خوتي المغاربه، عبد الطيف راه ولد مرضي. عبد الطيف ولد مرضي ما شاء الله، وبهذه المناسبه كنحيوه صراحه. هادو هما وليدات الرضا وهما بحال هادو، يعني ما بغاش يفرق الام ديالو من مدينه بني ملال لحد الان، كيواكب الام ديالو حتى توقف على رجلها ان شاء الله، وهادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. عبد الطيف خويا انا من هاد المنبر ديال قناه مغارب نيوز وباسم المغاربه غادي نوب عليهم، كنقول لك الله يرضي عليك لانك واقف مع الام ديالك. امين يا ربي. هذا هو الواجب اخويا، نديروا اللي درنا ما ردوش لهم ولو شويه من داكشي اللي داروا معانا. هذا هو الواجب، واي واحد غادي يدير هادشي في بلاصه يعني تشوف الوالده ديالك تموت قدامك راه. لا ماشي اي واحد، حنا شفناهم حالات كيجروا عليهم الزنقه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، راه الله خلق وفرق وصافي. انا بعدا شفتها قدامي في ديك الحالة وقلت ماشي مشكل، نستحمل أي حاجة توقع ليا، ماشي مشكل غير الوالدة ديالي تبرا. ساداتك ساداتك. واخا الطيف خويا بحكم أنك قريب لأمي فاطمة، أشنو باقي خاص أمي فاطمة؟ أشنو من المتطلبات اللي باقي خاص أمي فاطمة؟ هو دابا الحمد لله كما كنقولوا الإستقرار هو كاين الحمد لله، أشنو من الحوايج اللي باقي خاص أمي فاطمة باش خوتنا المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن يتفاعلوا مع الحالة ديال أمي فاطمة؟ المهم دابا الحمد لله من ناحيه العائله جراها باديه. المهم عندها شي سكانيرات ولكن تفكر من هاد الحصص هادو شي سكانيرات باقي ما عرفتش الثمن ديالهم. السكانيرات هما اللي بقاو عندها، وهاد الشيء ديال التحاليل الدراري اللي تيصيفطوا ليا وصافي يقول له. المهم تيجمعوا ليا كيف الاول وصافي، كاينين شي دراري من الاول مساكن راه تيخدموا هاد الثمن و تيجمعوا تيصيفطوا ليا. هادوك التحاليل وصافي اللي تندير التحاليل تيكونوا عندها ان شاء الله. تيكونوا نهار اثنين، نهار اثنين كل اسبوع. كل اسبوع كل اسبوع خصها دير التحليل. كل اسبوع خصها دير التحليل. وهاد السكانير اللي قلتي لينا السكانيرات تكمل عندها 25 حصه تكملها، هذا غدير شي سكانيرات واش باقي شي حاجه ولا لا. عندها واش عندها حصص يوميه؟ عندها حصص يوميه. اذا خاصها
ضرب 25 يوم. ضرب 25 يوم. عدد ديال السكانرات. عدد ديال السكانرات، لا بقى شي حاجة غدير عليه العملية. وهاد السكانرات هادو بشحال ما عرفتيش الثمن ديالها. ما عرفتش الثمن ديالها. ما سولتيش. المهم قالت لي الطبيبة ديالها بحال الأولين، الأولين درناهم ب 6000 درهم الواحد، درنا جوج. 6000 درهم الواحد. يعني 12000 درهم جوج. 12000 درهم بجوج باش درنا الأولين. واش غيكون نفس الثمن ديال السكانرات الآخرين؟ ما عرفتش، المهم قالت لي بحالهم، ما عرفتش الثمن، ما نقدرش نقول لك كذب ولا شي حاجة. بصح. والله لا يلا الحمد لله على كل حال. شنو هي رسالتك المغاربة اللي كيشاهدونا الآن داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن؟ شنو هي رسالتك؟ خوتي الله يرحم لكم الوالدين، راه كاين اللي تدخل معايا، كاين الحمد لله ما نكروش الخير، ماشي هذه هي الحالة فاش كنا في الأول الحمد لله. ولا إله إلا الله اللي باقي خاصة أنتم تشوفوا، ما عنديش ماشي ما عنديش. المغاربة الحمد لله حسيتي بهم ما يتخلاوش عليك؟ لا حسيت بهم ما يتخلاوش عليا، حيت تساعد معايا شحال من واحد. كاين غير أنت مرضي الوالدين، كاين اللي دوا معاك غير أبي الوالدين تيقول لك دوز ليا الوالدة ديالك دوي معاها. كلمة طيبة صدقة. كاين اللي صيفط لك شوية، كاين اللي شاف، كاين المهم الحمد لله. الحمد لله. حيت انت مرضي الوالدين رفضي ان شاء الله، انت مرضي المهم داكشي علاش خوتك المغاربة ما يتخلاوش عليك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سمعتيني؟ ان شاء الله يا رب. اذا مشاهدينا الاوفياء، كما تعهدتوا في قناه مغارب نيوز اننا الحالات كنواكبوها، يعني ما كنديروش لقاء مع الحاله وكنتخلاو عليها، لا يعني الحمد لله هذا هو ديدا، وهذه هي العهده اللي تعهدتها القناه على النفس ديالها اننا نتبعوا ونواكبوا الحاله حتى نشوفوا الاخر ديال، والاكيد كلشي كنتمنى انه يكون الاخر يكون زوين. فالحاله ديال ام فاطمه ان شاء الله هي الحمد لله غدا في تحسن، ولكن كيف ما سمعتوا على لسان الابن ديالها عبد اللطيف، فام فاطمه من بعد 25 حصه شحال درات، الحصه دابا؟ دابا دارت 6 الحصص، يعني 6 الحصص ديال الاشعه ودارت 2 ديال الشيم. لا دابا قلتي 25 حصه، شحال درات؟ 6 6 يعني كما سمعتوا على لسان الابن ديالها لطيف خصها 25 حصه، دابا الان ضربات يعني مرات 6 ديال الحصص، يعني بقى 19 حصه ان شاء الله. يعني بعد الحصص هادو كاين سكانر، يعني جوج ديال السكانيرات باش يشوفوا الحاله ديال ام فاطمه فين وصلت. الى غير ذلك كاين واحد التحاليل اسبوعيه، ياك الطيف؟ تحاليل اسبوعيه كل يوم اثنين. كل اثنين حق شي 500 درهم. 500 درهم. يعني كما سمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كاين الحصص اللي كما قلنا هذوك ما حتى الاخر ديالهم عاد يمكن نتكلموا على السكانيرات. الان اللي هو في حاجه لي عبد اللطيف وام فاطمه هما هاد التحاليل اللي كتدار اسبوعيه، يعني كل يوم اثنين، يعني كل يوم اثنين عبد اللطيف وام فاطمه خاصهم 500 درهم. يعني لهذا فالامل في الله سبحانه وتعالى كبير، ومن بعده الامل في خوتو المغاربه والمغربيات لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. لهذا فكنتمناو هذا هو المعروف على المغاربه الحمد لله، ان ما تتخلاوش على ام فاطمه. فاكر المقاطع اسمح لي. وبالنسبه واحد الشويه تيبقى في النصحه تتخلص لك لامي ديال بحال قلت 90% وتتبقى لك واحد 10%. هذيك حتى هي باقا ما عرفتش شحال فيها. المهم حنا غنواكبوا معاك الحاله ديال ام فاطمه ان شاء الله، حنا غنواكبوا معاك ان شاء الله الحاله ديال ام فاطمه، وكون على يقين المغاربه ان شاء الله راه ما غيتخلاوش عليك ولا على ام فاطمه ان شاء الله، حتى ترجع لبني ملال ولا المناطق ديال ازيلال ما بين بني ازيلال. اعطينا السكن بالضبط، اعطينا في الضبط واش كاين في طبارش بالضبط اقليم ازيلال. اقليم ازيلال يعني ما بين بني ملال وازيلال. اذا اللي كنتمناه ان شاء الله، وعندنا اليقين وعندنا الامل في الله سبحانه وتعالى، عندنا اليقين في المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، بانه ام فاطمه ان شاء الله غتمشي ان شاء الله صحيحه معافاه ان شاء الله من مدينه الدار البيضاء الى بني ملال. اذا باش ما نطولوش عليكم مشاهدينا الاوفياء، يعني الى بث مباشر اخر
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مرة أخرى الشكر كل الشكر لجميع اللي تفاعلوا مع الحالة ديال أم فاطمة، وحتى ولو بكلمة طيبة كيف ما قال عبد اللطيف، كاين اللي غير تواصل مع أم فاطمة عبر الواتساب كاميرا غير باش يطمئن عليها ويشوفها، هذا في حد ذاته الحمد لله كيحسبوا الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنات أكيد، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذن إلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم وراسي قناة مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.